بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والأربعون. الناسك. يحكى أن ناسكا كان يرسل إليه أحد التجار كل يوم رطلين من العسل. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول. أن حرف مشبه بالفعل. ناسكا اسم أن كان فعل ماض ناقص في محل رفع خبر أن، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. يرسل فعل إليه متعلقان بيرسل، أحد فاعل مضاف، التجار مضاف إليه، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. كل ظرف زمان مضاف، يوم مضاف إليه. رطلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. من العسل متعلقان بيرسل، أو من العسل شبه الجملة في محل نصب نعد لرطلين. فكان الناسك يأكل منه حاجته ويضع الباقي في جرة ويعلقها في وتد في ناحية البيت. الفاء حرف عطف كان فعل ماض ناقص. الناسك اسم كان، يأكل فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. منه متعلقا بيأكل، حاجة مفعول به مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وحرف عطف يضع فعل وفاعل، الباقي مفعول به، التقدير الذي بقي، في جرة متعلقا بيضع. وحرف عطف يعلق فعل وفاعل، هاء مفعول به، في وتد متعلقا بيعلق، في ناحية متعلقا بيعلق، وناحية مضاف البيت مضاف إليه. ولم يمض على ذلك شهر حتى امتلأت الجرة. وحرف عطف لم حرف جزم ونفي وقلب. يمضي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامات جزمه حرف حذف العلة من آخره. على ذلك متعلقا بيمضي شهر فاعل حتى حرف عطف للغاية. امتلأت فعل ماض والتاء للتانيث لا محل لها من الإعراب. الجرة فاعل. فبينما هو ذات يوم مستلق على ظهره والعكازة في يده إذ تفكر في غلاء العسل. فحرف عطف بينما ظرف زمان مبني على السكون، أصلها بين وما الزائدة، بمعنى في الوقت الذي كان مستلقيا فيه. فكلمة الوقت معزوفة وعوض عنها بما، ولها أحكام بين وبينما مضاف. هو ضمير منفصل مبتدأ ذات ظرف زمان مضاف، يوم مضاف إليه، وشبه جملة متعلق بمستلق. مستلق خبر المبتدأ، أصله مستلقي، على ظهره متعلقا بمستلق، وظهر مضاف هي مضاف إليه. الواو واو الحال. العكازة مبتدأ، في يد شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، ويد مضاف هي مضاف إليه. إذ حرف مفاجأة. تفكر فعل وفاعل، في غلاء متعلقا بتفكر، وغلاء مضاف العسل مضاف إليه. فقال سأبيع ما في هذه الجرة بدينار وأشتري به عنزتين فتحبلان وتلدان في كل خمسة أشهر مرة. الفاء حرف عطف قال فعل وفاعل. السين حرف استقبال. أبيع فعل وفاعل. ما اسم مفصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به. في حرف جر. هذه اسم مجرور والجار والمجر متعلق بمحذوف صلة. الجرة نعت. بدينار متعلقا بأبيع. وحرف عطف أشتري فعل وفاعل، به متعلقا بأشتري، عنزتين مفعول به. فحرف عطف تحبلان فعل مضارع مرفوع، وعلامات رفعه ثبوت النون، والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل. وحرف عطف تلدان فعل وفاعل، في كل متعلق بتلدان، وكل مضاف خمسة مضاف إليه، وخمسة مضاف أشهر مضاف إليه، مرة ظرف زمان.
ولا تمضي إلا عدة سنوات حتى تصير العنزتان معزا كثيرا. وحرف عطف لا نافية. تمضي فعل مضارع إلا حرف استثناء ملغا. عدة فاعل مضاف سنوات مضاف إليه. حتى حرف جر بمعنى إلى. تصير فعل مضارع ناقص منصوب بأن المضمرة بعد حتى. التقدير حتى أن تصير. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى. والجار والمجرور المتعلق بتمضي. العنزتان اسم تصير، معزا خبر تصير، كثيرا نعت. فأبيع بعض المعز وأشتري بثمنه بقرا، وأشتري أرضا وبزرا، وأستأجر أكرة، وأزرع على السيران، وأنتفع بألبان الإناث وأولادها. الفاء حرف عطف. أبيع فعل وفاعل، بعض مفعول به مضاف، المعز مضاف إليه. وحرف عطف. أشتري فعل وفاعل بثمن متعلق بأشتري، وثمن مضاف هي مضاف إليه، بقرا مفعول به. وحرف عطف. أشتري أرضا معطوف على أشتري بثمنه بقرا. أشتري فعل وفاعل، أرضا مفعول به. وحرف عطف. بزرا معطوف على أرضا. وحرف عطف. أستأجر فعل وفاعل، أكرة مفعول به. وحرف عطف. أزرع فعل مضارع مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره أنا. على السيران متعلقا بأزرع. وحرف عطف. أنتفع فعل وفاعل بألبان متعلقا بأنتفع، وألبان مضاف الإناث مضاف إليه. وحرف عطف. أولادها معطوف على ألبان الإناث. فلا يأتي علي خمس سنين إلا وأصيب من الزرع مالا كثيرا. فحرف عطف لا نافية. يأتي فعل مضارع، علي متعلقا بيأتي، خمس فاعل مضاف، سنين مضاف إليه، مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إلا حرف استثناء ملغا. الواو واو الحال أصيب فعل وفاعل، من الزرع متعلقا بأصيب، مالا مفعولا به، كثيرا نعت. فأبنى بيتا فاخرا، وأشتري أفراسا نجيبة، وأستأجر خادما وخادمة، وأتزوج امرأة صالحة جميلة. فحرف عطف. أبى فعل وفاعل، بيتا مفعول به، فاخرا نعت. وحرف عطف. أشتري فعل وفاعل، أفراسا مفعول به، نجيبة نعت. وحرف عطف. أستأجر فعل وفاعل، خادما مفعول به. وحرف عطف. خادمة معطوف على خادما. وحرف عطف. أتزوج فعل وفاعل، امرأة مفعول به، صالحة نعت أول، جميلة نعت ثان، لامرأة. فتحمل ثم تأتي بغلام نجيب، فأختار له أحسن الأسماء. فحرف عطف. تحمل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. ثم حرف عطف. تأتي فعل وفاعل بغلام متعلق بتأتي، نجيب نعت. فحرف عطف. أختار فعل وفاعل له متعلق بأختار، أحسن مفعول به مضاف، الأسماء مضاف إليه. فإذا ترعرع أدبته وأحسنت تأديبه وأشدد عليه في ذلك. الفاء حرف عطف. إذا اسم شرط مضاف. ترعرع فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. أدبت فعل والتاء فاعل وهو جواب الشرط. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وحرف عطف. أحسنت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء تاء الفاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، تأديب مفعول به مضاف هو مضاف إليه. وحرف عطف. أشدد فعل وفاعل عليه متعلقا بأشدد، في ذلك متعلقا بأشدد. فإن أطاعني
وإلا ضربته بهذه العكازة. الفاء حرف عطف، إن حرف شرط، أطاع فعل وفاعل، والنون للوقاية التي تقي الفعل من الكسرة، وياء المتكلم في محل نصب مفعول به، وتقديرها فإن أطاعني فخير، وإن لا يكن أطاع ضربته. ضربت فعل والتاء فاعل، هو مفعول به وهو جواب الشرط. بهذه متعلقا بضربت، وهذه منعوت العكازة نعت أو بدل، وأشار بيده إلى الجرة فكسرها. وحرف عطف، أشار فعل وفاعل، بيد متعلقا بأشار، ويد مضاف هي مضاف إليه، إلى الجرة متعلقا بأشار. الفاء حرف عطف، كسر فعل وفاعل، ها مفعول به، فسال ما فيها إلى وجهه. الفاء حرف عطف، سال فعل ماض مبني على الفتح، ما اسم مفصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل رفع فاعل، فيها متعلقا بمعزوف صلة، إلى وجهه متعلقا بسال، ووجهه مضاف هي مضاف إليه. والله أعلم بالصواب.